بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين جيل معلمنا لوقا اصحاح 10 من 21 ل 28 لوقا 10 من 21 ل 28 اتمنى لما يبقى ربنا يدينا نعمه وناخد تامل ارجع في نفس اليوم تاخد بركه الانجيل يثبت في دماغك على طول وتبقى تاخد بركته انجيل معلمنا لوقا اصحاح 10 السيد المسيح عمل اربع افعال اربع افعال باربع كلمات اول فعل عمله السيد المسيح انه تهلل يقول كده في تلك الساعه في اول ايه تهلل يسوع بالروح اول مره نشوف المسيح بيتهلل دايما المسيح كان بيبكي بيبكي على اورشليم بيبكي على العازر يمكن الكتاب قالوا انه ابتسم بس إن ما ضحكش ضحكه عاليه اول مره الكتاب يكتب ان المسيح تهلل بس تهلل بالروح تاني حاجه عملها المسيح شكر وقال أشكرك أيها الآب يبقى تهلل وشكر أول فعل عمله السيد المسيح تهلل ثاني فعل شكر ثالث فعل أعلن نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة أمامك أن كل شيء قد دفع إلي من أبي أعلن أن سلطانه مع الآب واحد أن الإبن مساوي للآب وده عكس اللي كان بيقوله مين مين اللي كان بيقول أن الإبن أقل مين حدش بيجاوب يعني مين مين؟ نسطور؟ لا أريوس أريوس كان بيقول الابن مش مساوي الابن ده أقل درجة شوية فالمسيح هنا إنجيل معلمنا لوقا بيأكد كده أعلن أن سلطان الآب هو سلطان الابن يبقى أول كلمة ها؟ تهلل تاني كلمة شكر تالت كلمة أعلن بعد كده اللي أبونا وشيت الإنجيل كل ما بيصليها بيفتكر الكلمتين دول طوب طوبى لعينكم لانها تبصر ولا زانكم لانها تسف يبقى اربع افعال عملهم السيد المسيح في انجيل معلمنا لوقا اصحاح عشرة تهلل وشكر واعلن وطوب تعالوا ناخد كلمتين عن كل واحده بس كده تهلل السيد المسيح زي ما قلت ان كان كل حياته هو جاي عشان خلص البشريه جاي عشان يفدي البشريه كلها فحزين على البشريه فدايما يبكي يروح يبكي على قبر العازر يروح يبكي يقول لا تبكين علي يا بنات اورشليم بل ابكين على انفسكن وشاف المدينه وبكى على المدينه بكى على اورشليم سيد المسيح بكى بكى انما المره دي بنشوفه بيتهلل بيتهلل لانه لما ارسل التلاميذ ارسلهم اثنين اثنين وبدا الحصاد يبقى كثير وبدا يبقى في ناس تقبل الايمان وبدا في ناس تقبل دعوه السيد المسيح الى التوبه ودعوة دعوته إلى الملكوت بدأ يكون فرحان بدأ يكون فرحان لأن المسيح مكتوب عنه في إنجيل معلمنا يوحنا يوحنا 3 16 حفظها لكم بطريقة كويسة خالص هكذا أحب الله العالم حتى فاكر يقول معايا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية هي دي الصليب تيجي نرشم الصليب مع بعضنا بنقول إيه باسم الآب والاب والروح القدس إله واحد أمين بنقول هكذا أحب الله الله العالم حتى بذل بذل يعني بعد بعت المسيح فين في بطن ماما العذراء حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك دايما علامة الشمال هنا رمز للهلاك بعيد عنه واحد لص الشمال أو رمز للهلاك بل تكون له الحالة الأبدية اليمين يبقى هكذا أحب الله العالم حتى بذل بعد ابنه الوحيد. حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يجي من الشمال ناحيه اليمين ناحيه الحياه، من الموت ناحيه الحياه، بل تكون له الحياه الابديه يرجع تاني، مسره ربنا ان كل انسان يرجع اليه. مسره ربنا ان الجميع يقبلون الى التوبه، بس الانسان هل يريد؟ هي زي ما بيقول قداسه البابا شنوده، هي المشكله في حريه الاراده بتاعتنا، مش عند ربنا. ربنا الله يريد أن جميع الناس يخلصون حط خط تحت جميع جميع الناس يخلصون الله يريد أن جميع الناس يخلصون ربنا بيفرح ويتهلل ولما بيقول أن الخروف الضال رجع فبيقول السماء تفرح بخاطي واحد يتوب السماء اللي هو ربنا والملائكة والقدسين والست لما لقت الدرهم فرحت مع جميع أهل بيتها هي رمز مين للست غير ربنا والملائكة والقدسين المسيح بيتهلل بس السؤال ليه انا ايه اللي بيخليني اتهلل إيه اللي بيخليني افرح افرح ايه اللي يفرحني اغاني مسرات العالم لا احد الاخوه كده كتب الترنيمه ايه اللي يفرح عبدك ايه اللي يفرح عبدك غير الوقف امامك وتكون راضي عليه ايه اللي يفرح عبدك ويهنيه غير الوقف امامك وتكون راضي عليه الراجل ده اللي كتب الترنيمه قال انا اللي يفرحني ان انا اقف قدامك وتكون راضي عني بالبساطه دي تيجي قدام ربنا وتكون فرحان وتقف ويبقى ربنا راضي عنك يا كل قمه سعادته ان يكون ربنا راضي عني حاجه جميله ان يكون راضي ربنا راضي على كنيستنا راضي على عبادتنا راضي عن اصوامنا راضي عن بيتنا المسيح النهارده بيعلمنا ازاي نتهلل نتهلل بالروح نتهلل بالروح نتهلل الواحد يكون على لسانه ترنيمه جميله ويرنمها. نتهلل ان يكون كتابك مفتوح دايما وذاكر اسم ربنا، اسم يسوع على لسانك على طول. تتهلل بالروح، اول فعل عمله السيد المسيح انه تهلل، تاني فعل شكر اشكرك ايها الاب ملك رب السماء والارض لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء اعلنتها للاطفال الصغار. انا رب من اطفالك الصغيرين وعايز دايما اشكرك الكنيسة بتعلمنا كل فعل بتعمله لازم تبدأ صلاة الشكر فنشكر صانع الخيرات ما شبه به تنطط بعيد عنكم نصلي على حالة وفاة تبدأ الكنيسة بالشكر بنصلي على اكليل ربنا يفرح لكم كلكم نصلي بصلاه الشكر بنبدا القداس نصلي بصلاه الشكر تبدا بصلاه المزامير تصلي صلاه الشكر اثار الشكر ده ليه فعل السحر في حياتك لما تكون شاكر وراضي لما تكون شاكر وراضي ربنا كمان يرضى عنك ويديك اكتر واكتر واكتر يبقى المسيح علمنا ازاي نشكر ازاي نشكر في كل امور حياتنا يبقى المسيح تهلل وشكر تاني كلمة المسيح اعلن 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 ان سلطان الاب هو سلطان الاب سلطان الاب هو سلطان الاب كنا بناخد نظرية في الرياضة اسمها بما ان يبقى اللي بعدها ايه اذا بما ان إذا تعالوا نشوف شوية حاجات بما إننا ونشوف الإذن بتاعها. بما أن الآب يخلق. إذن المسيح برضه يخلق، إذا المسيح هو الخالق. بما أن الآب له سلطان شفاء الأمراض. والمسيح له شفاء سلطان الأمراض، شفاء الأمراض، إذا المسيح هو الله. بما أن المسيح حول الماء إلى خمر. ودي دي دي معجزة خلق، إذن المسيح هو الله. بما ان المسيح وقف على قبر العازر ونادى عليه العازر هلم خارجا نادى عليه باسمه بس لان لو كان نادى باسم بباقي الاسماء كان كل الناس مش قامت وجت قامت من القبر بما ان المسيح هو اللي عمل كده إذن المسيح هو ربنا اريوس وغير اريوس بيقول ان المسيح قليل لا بنقول لهم المسيح هو صورة الله الظاهر في الجسد هو صورة الله الظاهر في الجسد المسيح هو ابن الله الحقيقي هو الله الحقيقي المسيح بيعلن من خلال كرازه التلاميذ والمسيح والتلاميذ كرزوا ان الاب يساوي الابن والابن مساوي للاب هما الاثنين واحد هما الاثنين مساوين والروح القدس الثالوث القدوس كامل متكامل المسيح بيعلن بيعلن ان هو الله الظاهر في الجسد ثالث كلمه نعيد الثلاث كلمات دول تاني من الاول المسيح فهلا المسيح شكر المسيح اعلن المسيح طوب طوب يعني يا سعده طوباك طوباك يعني يا بختك يا سعادتك يا هناك بيقول كده طوباك طوباكم اذا طردوكم وعيروكم يا بختكم وسعادتكم ويهناكم الكلمة طوبة يعني سعادة وهنا يا سعادة يا هنا يا بختك لو كان انجيلك مفتوح على طول في البيت يا بختك لو المسيح موجود في بيتك على طول يا بختك لو اسم ربنا يسوع المسيح على لسانك على طول طباق طباق مش انك عندك غنى وفلوس وحاجات وممتلكات لا مفيش حد كان اغنى من سليمان المسيح قال كده سليمان كان غني جدا اغنى اغنياء العهد القديم محدش حد هيجي في العهد الجديد عنده ممتلكات سليمان بس هو اعظم من سليمان هنا يا بختك لو المسيح في قلبك لو المسيح في قلبك قلت لكم مره قبل كده ان في ثلاثه والثلاثه حلوين خالص لو تختار واحد منهم واحد مكرس من قلبه واحد مكرس بيته واحد مكرس ايه حياته كلها ممكن تختار واحد من الثلاثه وتعيش بيه واحد اسمه دانيال اما دانيال فوضع في قلبي الا يتنجس بقى طيب الملك يا بختك يا دانيال انت كرست قلبك لربنا تبقى معايش في الدنيا والدنيا مش عايشه جواك تباك انت في الحته دي يا بختك لو انت زي دانيال كرست قلبك لربنا غير بيعمل فلانه بتعمل فلان بيعمل انا ماليش دعوه انا عايز اكرس قلب لربنا اما دانيال فوضع في قلبه الا يتنجس بقى طيب الملك تاني واحد مشهور مشهور بتكريس البيت اسرته يقولوا كده عن يشوع بن نون يشوع في يشوع 21 اما انا واهل بيتي فنعبد الرب يا بختك طوباك في الحته دي لو انت بتقول انا وبيتي بنعبد ربنا انا ومراتي ولادي بنعبد ربنا انا ومراتي ولادي لينا مذبح العائلي انا واسرتي بنحب ربنا ولينا علاقه بالشهداء والقديسين يشوع مشهور بتكريس البيت محتاجين كتير لتكريس البيت بيتنا تبقى مكرسه لربنا مخصصه لربنا يبقى اول واحد مشهور بتكريس القلب اللي هو دانيال وبنقول عليه طوباه، تاني واحد مشهور بتكريس البيت وهو يشوع ابن نون، تالت واحد مشهور بتكريس الحياه. مشهور بتكريس الحياه وهو إلي النبي. كل ما يقف قدام الملك اخاب، قدام الملكه ايزابيلا يقول ايه؟ حي هو الرب الذي انا واقف امامه. يا عم انت واقف قدام الملك، يقول لك لا، انا واقف قدام ربنا. وانت واقف في شغلك، وانت شغال، وانت في في مكانك وانت في المطبخ حي رب الذي انا واقف امامه، انت يا رب قدام عيني على طول. كل اللي عمل القديسين دول انهم حاسين في حضور الله على طول. سامحوني ده الفرق اللي انا الغلبان بين اي قديس عظيم من دول ان الراجل ده كان حاسس ان ربنا واقف قدامه على طول. قافل على نفسه في اوضته في ولا في اوضته واقف قدام ربنا. ماشي راكب المواصلات قدامه ربنا. أو ماشي في شغله في أي مكان قدامه ربنا، بياكل ويشرب قدامه ربنا، وهو نايم في مخه ربنا. يبقى أنت ممكن تاخد الحتة دي تعيش بيها تقول أنا هخلي ربنا قدام عيني على طول. هبقى أمين في صلاتي، أمين في قراياتي، أمين في حياتي، أمين في خدمتي. أوصل إن أسمع من كلمة الكلمة الحلوة دي طباك طباك يا بختك تعالى تعالى عندي. وفي النهاية نسمع الصوت ده تعالوا إلي يا مبارك ابي تعالوا طباكم أنتم يا احتملتم وتعبتم و و وعبدتم ربنا بامانه وربتم عيالكم كويس وكنتوا عايشين بكل امانه وبكل ثقه مصدقين فيا تعالوا ادخلوا الى الملكوت ارجع النهارده لانجيلك بسرعه من فضلك اكتب على الانجيل ده اربع كلمات قالهم السيد المسيح اكتب ان المسيح ها تهلل المسيح شكر المسيح اعلن المسيح طوب افتكر الكلمتين دول وصلي بيهم النهارده عشان تاخد نعمه وبركه لالهنا كل مجد وكرامه من الان أبدا